زي ما كريم قال كده وزي ما المصطلح ده ما اعتقدش ليه وصف تاني، فعلا الموضوع دلوقتي او الدوري على صفيح ساخن. لسه في كلام لسه لم يحسم لحد دلوقتي، رغم بقى كلام اي حد عايز يقول اللي يقوله، واحنا بنتكلم في لغه ارقام وعلى الارض. الجونه واسوان ماتشين جايين او يعني متبقيين للاهلي، انا ماليش دعوه بالمنافس هيعمل ايه، بس انا لازم اخش اخد الثلاث نقاط بتوعي في كل ماتش. فخلينا نشوف برضو حضرتك شايف كده رؤيتك للي جاي ان شاء الله ايه. اكيد طبعا زي ما حضرتك قلتي والاستاذ كريم قال، باقي مباراتين فيهم ست نقاط والفرق اربع نقاط، لا زال يعني الدوري ما انتهاش وكل الاحتمالات موجوده، واحنا بنلعب لاخر دقيقه من نهايه الدوري، فلا زال يعني في امل، امل يعني لازم نعترف ان هو امل بسيط، بس لازم نلعب على الامل دوت. ومع هذا برضو في شويه اصوات من اللي هي ايه انهزاميه حبتين، هو بيقول لك لا الموضوع محسوب واللي جاي ده تحصيل حاصل، تقول لهم ايه الناس؟ بالعكس يعني لو تابعنا او تذكرنا مباراه الزمالك مع سيراميكا، اخر مباراه كانت مباراه صعبه، سيراميكا يعني من الفرق اللي هي كانت يمكن ترتيبها اتحسن شويه مؤخرا، انما كانت بتنافس برضو على موضوع الهبوط وكان موقفها صعب. ولو قسمنا المستويات بتاعت الدوري لثلاث مستويات هنلاقي سيراميكا في المستوى الثالث يعني، ورغم ذلك كان ندي للزمالك وكان في احتمال يعني على الاقل كان ممكن يتعادل في اخر مباراه مع الزمالك. فهي الحسابات والمفاجات وارده، وعلى فكره في يعني مواقف مشابهه وحصل مفاجات كتير مع نهايه الدوري يعني. فالامل موجود، لازم نلعب على الامل لاخر دقيقه.